جيب لك الصينية كلها يلا. مرحب صبايا، كيفكم؟ شو الاخبار؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتم عم تحضروا فيديو اليوم، خلوني ببداية الفيديو هيك اتشكركم على تعليقاتكم الحلوة، على كلماتكم المؤثرة. عن جد بشكركم من كل قلبي على كل تعليق بتكتبوا لي اياه، بفرفح قلبي يعني لما بقراهم. يعني تقريبا ما بخلي تعليق الا ما بقراه، فكل تعليقاتكم بشوفها وبعلق عليها اذا قدرت كمان، يعني حسب الوقت والفضاء. فهون شربنا هيك فنجان القهوة وحبيت شارككم روتيني بتنظيف البيت، يعني الروتين اليومي اللي بنعمله غير التنظيفات الثانية اللي هي هلا من ضبضبة ولملمة والأشياء الأساسية اللي بنعملها هيك اليوم، فحبيت شارككم فيها اليوم. وقبل ما تكملوا هيك مشاهدة هذا الفيديو، بتمنى تنزلوا تعملوا لي لايك وتدعموني فيه وتكتبوا لي تعليق حلو من إيديكم الحلوة مثل العادة. وإذا كنتوا جداد على قناتي لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا الجرس لحتى توصلكم كل الإشعارات. وهلا هو مثل ما شفتوا اول شيء عملته غيرت ثيابي وبلشت بضبط البيت، ضبط يعني غرفتي. هلا الاولاد بضبوا غرفهم قبل ما يروحوا يتيسروا، بضبوا هيك غرفهم من قريبه وانا بفوت بقى بلم اذا في غسيل في شغلات بدها ضبطه يعني بكمل عليها. ومثل ما شفتوا هون الصالون يعني قايم مو قاعد، بتعرفوا المسا هيك بيكونوا الاولاد قاعدين وكل واحد هيك اخذ راحته وبشيلوا مخدات وبيحطوا مخدات، فالله يحميهم. هلا انا البيت هيك يوميا هذا الترتيب، التنظيف، المكنسه الكهربائيه، مسح الاسطح اللي بالطول ايدي يعني هذا شيء يومي، اما مسح الارض، مسح الغبره هيك مسح عميق او كذا، اما اسبوعي او كل 3 ايام حسب كل شيء وله شيء. هلا مثل المطبخ مثلا مستثنيته من كل شيء، هو الحمام كل يوم بمسحهم، يعني بينشفطوا بالمكنسه بيتكنسوا وبعدين بينمسحوا، هذول يعني خارجين عن البيت كله. اما البيت كله كمان على اقسام بعمله، يعني اذا بدي امسح الصالون والكوريدور مع المطبخ والحمامات فما بعمل غرف النوم، الغرف النوم بعملهم لحالهم وهيك. عرفتوا علي كيف؟ يعني ما تفكروا لي نشيطه بكل الايام كل يوم بمسح كل يوم بعمل، لا يعني هو مجرد هيك ترتيب يعني اعمال يوميه بالاضافه للطبخ بالاضافه للحمامات اعزكم الله بالاضافه لاي كتير شغلات يعني بنعملها، فدوبه هيك يومنا يخلص. وبهي الاثناء وانتم عم تشوفوني انا عم هيك عم ضبضب ونظف واكنس الارض وامسح الغبره، حابه هيك يعني احكي بشغلتين. اول شغله ارائكم بطقم السفره، خلي لي قلبكم يا رب انه نقلي طقم السفرة لمكان الشاشة أو مكان محل محاط الجلايل يعني على الشباك. بحترم كتير رأيكم، وعلى فكرة أنا أول شي حطيت الطقم السفرة بالصدر يعني عند الجلايل وحلو كتير، بس ما حسيت بالتغيير لأنه أنا أصلا شفته عندي الطقم الكنب كان محطوط هيك تنتين الكبار مواجهة بعض والتنتين الصغار بالصدر، فما حسيت بتغيير. أنا لحتى أحس بالتغيير عملت هاي الحركة، حطيته هيك على جنب وقلبت طقم الصالون. يعني فيني بأي وقت أنا يضيق خلقي بغير، وإني حطه بدال الشاشة فكتير صعب لأنه بدنا ننقل خط النت ساعتها، بدنا ننقل كهرباء مادة كهرباء، فشغلة طويلة. لو إنه البيت إلي يعني بعملها هي الشغلة، بس البيت مو إلنا. وشغلة تانية كمان، في كتير في صبية علقت، وحتى في صبية تانية بعت لي على الخاص على الإنستغرام، ما بعرف شو بيجيب بالهم يعني يبعتوا هيك شغلات، بس بيقول التعليق يعني تنتين مشابهين لبعض انه حاجتك تصنع وانتي بتاكلي، يعني بهذا المعنى انه بتاكلي ورا الكاميرا اشكال والوان ومحاشي ومعجنات ومدري شو، ففي اجسام هي ما بتسمان فلا تعدوا وتعملوا هيك بتتصنعوا علينا وانتوا اساسا عم تاكلوا لقمه العصفور. هلا انا بحياتي ما صنعت بالاكل بالذات، ما بتصنع ابدا، ممكن زين الاكل، ممكن لانه عم صور اعمل شكل الصحن حلو، يعني هاد طبيعه الشغل.
وانا لو هي اصلا اللي معلقت لي بتعرف قناتي ومتابعتني كتير بحكي انه انا بعمل هالاكلات كتير، بس انا يعني نادرا ما اقعد واكل منهم وجبة كاملة. بدوق باكل من المعجنات، باكل من الحلويات، بس كميات قليلة ومو كل يوم ومو من كل وصفة بعملها. عرفتوا علي كيف؟ فهي الفكرة، يعني بحسسوني انه انا عم اتصنع على التصوير غير ورا التصوير. هلا انا اذا حطيت صحن مثلا الكشكة الخضراء، بس عم اورجيكم كيف قوامها وكيف مثلا تتاكل، ممكن بخبزة ممكن بمعلقة. هي الفكرة منها، مو انه عم اورجيكم انا شو عم اكل او قديش عم اكل. وانتو كمان كتبوا لي تحت رايكم بالتعليقات بهي القصة يعني. وشغلة تانية حابة احكي عنها، هلا انا من النوع اللي ممكن صح وبسرعة على فكرة، يعني اذا بترك حالي بترك الاكل مثل ما مثلا الواحد كيف تشتهي نفسه ممكن صحي بسرعة. يعني وحدة مثلي مثلا جايبة 4 أولاد، أو أي مرة بتعرف حالها مثلا اللي بتجيب أولاد جايبة أولاد أكتر من ولد، ممكن يختلف جسمها طبيعة صحة جسمها، وكل ما كبر الواحد بالعمر كمان بيخف الحرق عنده، فمو سهل إنه الواحد يحافظ على شكله. فهي جاي عم تقلي إنه أنتي يعني ما تفرحي بحالك، أنتي محافظة، أنتي هيك ما بتسمني لأنه ما بتسمني، مو لأنه أنتي محافظة، لا. اللي بيعرفني بيعرف أنا قديش حدا محافظ على صحته، بدير بالي على اكلي، بدير بالي على فيتاميناتي، بدير بالي على كتير اشياء. يعني ما بيعرف الواحد التاني اصلا ليش داير باله على اكله، ليش محافظ على وزنه. يعني ممكن الواحد يكون مريض، ممكن كوليسترول، يعني 100 شغلة الواحد ممكن يكون فيها، لهيك اصلا بخاف على صحته. ان شاء الله تكون هيك فهمتوا علي. يعني انا حبيت بس اتطرق لهذا الموضوع، مع انه يعني ولا مرة حكى قدامي، بس انه ما بحب هذا الوصف بالتصنع، لانه انا اكثر حدا بيكره التصنع، ان كان بالحياة العادية ولا بالتصوير ولا على اليوتيوب. وبعمره ما حدا متصنع كسب قلوب عالم او محبة عالم، والحمد لله انا عندي محبين كتير، ان كان بالحياة وان كان على اليوتيوب يعني ولا من معارف بعيدة، الحمد لله. وهي اكبر نعمة من عند رب العالمين. خلصت كل شغلي بالبيت ودخلت على المطبخ. هلا غالبا انه بساوي المطبخ بالنهار، يعني بكون مخلصته بالليل، ما بكون بقيان علي شغل يعني. بس شو طلع الصبح من قهوة من هالغراض بليفها وبعمل مسحة للأرض تكنيسة، ومسحة بتكون خالص. هلا هون عم اورجيكم اغراض الكيك، بدي اعمل كيكة شتوية كتير طيبة، كيكة الجزر اسمها. راح اضيف لها بس انا جوز، حضف لها اشلاميش، حضف لها جوز هند وقرفة، كتير كتير طيبة، بنصحكم تجربوها. يعني هلا هي هيك من الكيكات الشتوية اللي بتدفي وغنية بالفيتامينات والمعادن. مثل ما شفتوا حطيت اول شيء 4 بيضات مع الفانيليا، خفقتهم منيح، وبعدين ضفت لهم السكر والسوائل. هلا انا اول شيء لازم كنت احط السكر بعدين السوائل، بس تخربطت يعني. حطيت الحليب، وحطيت تقريبا نص كاسة زيت واكتر شوي، حطيت الجزر مبروشة جزرة ونص، حطيت كمان قرفة، معلقة كبيرة من القرفة. خفقتهم كلهم منيح مع بعض وتركتهم على جنب. بعدين هلا جيت لأقشر الجوز. انا الجوز كتير بحب يضل عندي هلا هيك بالشتاء، من هذا اللي مسكر يعني بقشر. انا بقشره يعني امتى ما حبيت يكون عندي موجود، لاي اكله لزمتني، لحلو، للشاي، لهيك شغلات بيكون موجود، وبقشره هيك تازه وبقطعه فوق خليط الكيك. هلا شفتوا مثل ما لكم شايفين الجوز صرت هيك اهرسه هرس بكنار سكين، بتحسوا بهذا الشكل انه بيطلع الزيت تبع الجوز هيك بتطلع نكهته اقوى. حطيت الجوز والجزر فوق منهم، وححط لهم تقريبا بياخدوا 2 كاسات من الطحين وظرف بيكنج باودر، بنخلطهم كتير منيح لحتى يوصلوا لهذا القوام اللي عم ورجيكم اياه.
حطيت الكيك بالفرن على درجة حرارة 200 بس من تحت، محميته من قبل 3 ساعة، لازم يكون كتير حامي الفرن لمدة تقريبا 45 دقيقة، بياخد وقت لحتى يستوي تماما على مهله. بما انه اجت الشتوية واكلاتها، فحبيت اعمل فول نابت. هذا مو مثل الفول المدمس، يعني بتجي حبته هيك صحيحة واقفة مو كتير مسلوقة. فحطيت هيك نص كيلو، حطيتهم مي مغلية وحطيتهم على النار بس لحتى يغلوا هيك قلبة واحدة مع البيكربونات الصوديوم، وطفيت عليهم لانه هاي المي بكبها وقت بدي اسلقه، وبحط له مي نظيفة مشان إذا بدهم يشربوا من المرأة يحسنوا يشربوا. يا عيني على الريحة، قرب شم قرب شم الريحة. والمسويات بالسهرة وقت برد تماما، يعني كان بارد تماما، حبيت هيك اقطعه وارجيكم اياه كيف طلع قوامه. كتير كتير طيب، بنصحكم تجربوه، كتير مفيد، عناصر اللي بقلبه مفيدة، الاولاد بيحبوه. يعني هيك قطعت للكل، كنا كلياتنا مجتمعين بهذا اليوم، وعملت جنب منه سحلب، بيحبوا الاولاد السحلب. مشاركته قبل هالمرة معكم السحلب كيف بعمله بالبيت. انا في منه هو جاهز بظروف، في ممكن السحلب الاصلي، هذا السحلب اللي بنعمله بالبيت. يعني دقلي هالكيكة، أعطيني رأيك فيها. هي كيكة الجزر وجوز جوز هند، وحطيت لك كثير أشياء فيها، بقى دوق دوق وأعطيني رأيك، وأعطي المتابعين رأيك كمان. متابعين والله بنصحكم كل يوم تسووا مثل هالنا طيبة. لا عن جد الصراحة والله طيبة طيبة، ساعدنا بأول الأمة بس تخلص بعطيكم الأخبار 100%. جيب لك الصينية كلها دوقها. يا ريت. وهي السحلب اللي بدك اياها كمان. الله يسلمك، يعطيك طيبة صحة وهنا. طيبة أكيد طيبة ولا مثل عادتك هي؟ أوكي أوكي ظريفة. بتقعدي بتفليها فيها جوز فيها. هاي ما طيبة. لا بتحبي أنت الزبيب. قد إيه بتعطيها يعني هلا من 10؟ 5. كفو. 5 من 10 بس كتر خير. بما انه الحديقة كتير قريبة من البيت، فبنتي كل ما نزلنا وطلعنا ونزلنا نجيب غرض ورحنا لمكان اللي خليني فوت شوي العب، بما انه كتير الجو بارد فما عاد فوتها لعبتها، بس هيك يعني شافت رفيقتها عم تلعب جوا قلت لها يلا معلش نفوت شوي، بتلعبي شوي 5 دقائق معك يعني وبنطلع، فاقتنعت والله لعبت شوي وطلعنا ورجعنا على البيت. واليوم حبيت اعمل سندويشات الفاهيتا، صار لنا فترة عم نعملها وكتير كتير طيبة، خاصة بهالطريقة اللي عم يعملها فيها. كيلو هيك شرحات دجاج، صوت دجاج يعني مقطع هيك اصابع رفيعة مثل تبع الشاورما تقريبا، وحتى البهارات عم جيبها جاهزة من عند السوري، كتير طيبة هي البهارات الجاهزة، اطيب حتى من اللي عم نطبقها بالبيت. وحطيت لها شوية زيت يعني، وعصرت ليمونة، تركته شوي على جنب بين ما اقطع الخضرة اللي هي الفلفلة الحمراء والخضراء والصفراء إذا موجودة، وبصل يعني بصلة ياس وسط كمان منقطعهم مثل ما تكون شايفين هيك شرحات طويلة. هلأ إذا في من الفلفلة هيك بتجي المفلطة حامون، هاي المطاولة أنا ما لقيت منها، لقيت من هاي المطاولة فحطيت منها. هلا بالنسبة للدجاج دغري يعني ما بنقعه كتير، بس هيك بكتر له شوية بهارات أنا مشان تطلع واضحة طعمتهم. بحب أقلي الدجاج لحاله لحتى هيك ما ينطبخ طبخ، هيك ينقلى قلي بشوية زيت، بحط شوية زيت وبقلبهم هيك على الجهتين لياخدوا لون ويستووا وبشيلهم. يعني بما إنه الكمية اللي عملتها، أنا عملت تقريبا 1.5 كيلو دجاج، يعني قلت بساويها إنها يتبلها، ممكن أقيم منها بحافظة صغيرة إذا لقيت زاد عندي وحطهم بالفريزر، بلاقوهم الأولاد يعني إذا جوعانين محابين الأكلة كذا مالي طابخة بيطلعوا بيعملوا سندويشة. عرفتوا علي كيف؟ كمان هي فكرة حلوة للتفريز يعني.
بعد ما قليت كمية الدجاج كلها هيك حطيتها على جنب، نزلت بنفس المقلاية اللي قليت فيها الدجاج الفليفلة الملونة والبصل، قلبتهم هيك تشويحة يعني مو يستو، بس هيك بديهم يضلوا شوي فيهم هيك قرشة صغيرة، وقلبتهم مع الدجاج وخلص خالص هاي الأكلة. الخبز هذا الخبز بدي انصحكم فيه مرة تانية، كتير ظريف من الشوك، هذا أطيب من خبز الميم وغير ماركات بكتير، يعني لا رقيق ولا سميك، لأن مثل ما شفتوا حطيت مايونيز وكاتشب وحطيت من خلطة الدجاج وعلى وشه شوية جبنة، بتحبوا بارميزان تشيدر يعني أي نوع جبنة انتو بتحطوها بتحبوها بحطوها. ما بدها تسخين هي السندويشة لأنه من سخونة الدجاج بتدوب الجبنة. هلا هي في لها صوص أصلي بيقولوا له المايونيز بالأفوكادو، طيب نوعا ما، بس ولادي ما حبوه لهيك ما عاد رجعت عدته، يعني ما عدت التجربة. في عالم بتضيف للدجاج كمان فطر درق ذرة هيك شغلات، يعني هلا طيبين هنا بيطلعوا، بس حبيت اعملها هيك تضل مميزة الفاهيتا على اصولها وما اضف لها شغلات اضافية، يعني مع انه بيلبقوا لو طيبين بس حبيت تكون هيك على اصولها. شلون حبيتها بها الخبز؟ طيبة اطيب من السمو، ما تكمل الخبز العادي. وهون بقى نزلت انا وبنتي على مارمارا بارك على المول، كنت عم صور انا وياها فيديو حينزل على القناة الثانية ان شاء الله قريبا، انتظرونا هيك بفيديو كتير حلو تحدي حلو. وبدي اطلب من الصبايا اللي ما بيحبوا هيك محتوى، ما بيحبوا هيك نوع من الفيديوهات، فيكم ما تفوتوا وما تشوفوا، يعني انا عم ذكر يلي بيحب هيك محتوى، عرفتوا علي كيف؟ عشان ما يروحوا يكتبوا له هنيك انه احنا شو استفدنا وشو صار معنا. الله يسعدكم يا رب. ففتنا نحنا كنا يعني خلصنا التصوير وفتت على الميديا ماركت عم نشوف هيك كان اغراض لازمنا، بس عم نشوف نعمل جولة على الاسعار ونطقص على الاغراض. 39 هيك، هاي البستة الظريفة 8 كيلو، ما حتحطي واي فاي كي، هاي 9 كيلو، كم دورة؟ 1000 دورة. جروندج ماركتة أول مرة بسمع عنها. هاي فيستل 8 كيلو 15000 تقريبا. ولهون بيكون خلص فيديو اليوم حبايبي، بتمنى يكون نال اعجابكم، واذا عم تحبوا الفيديوهات الفقرات اللي عم ننزلها واي فقرة انتم بتحبوها اكتبوا لي تحت بالتعليقات لحتى يعني كتر منها، او شوف التصويت عندكم شو اكثر فقرة انتم بتحبوها عندي بالقناة. الله يسعدكم يا رب، ما تنسوني من دعمكم ولايكاتكم، بحبكم كتير، بشوفكم بفيديو جديد، سلام. منيحة قياسة ماشي حالة. شو مع الكاسة؟ هي خفاقة البيض. لها راس هيك خصوصي للطحن. تعي شوف هاي. هاي كمان مطحنة فيها. وخفاقة. وهيك. هاي أكتر 4000. السموز بس بيعمل لشخص واحد، هذا هيك بسمعه بدلين، يعني شايفة واحد كبير وواحد صغير. ظريف كل شي بيعمله فريش بيطحنه فوق 400.